تسليما. أيها الأحباب، أمر إلى الله محتم. الله سبحانه وتعالى في عليائه، في كبريائه، في عظمته، يثني على عبد من عبيده اسمه محمد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دائما وعبدا الله سبحانه وتعالى يصلي عليه وملائكته أيضا. ودعا الله سبحانه وتعالى إلى هذا العمل الطيب المبارك، دعا خير خلقه وهم المؤمنون. المؤمنون هم خير خلق الله، دعاهم إلى هذا العمل الطيب الذي يقوم به تعالى وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، يصلي فعل مضارع، والفعل المضارع في اللغة العربية يوجب الحاضر والمستقبل والاستغراق، أي دائما وأبدا حضرة الله سبحانه وتعالى في صلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر لنا جميعا، فمحمد هو سيدنا، فمحمد هو سيدنا، فبإطاعته وإجابته نعتز في الدنيا وفي الآخرة. فمحمد هو قائدنا، فبقيادته النصر لنا في الدنيا وفي الآخرة. فمحمد هو شافعنا، فبشفاعته نحن سعداء في الدنيا وفي الآخرة. هذا رسول الله، هذا محمد، هذا لكل العالمين رسول، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى أمرنا في هذا الأمر، فنحن دائما وأبدا في أيامنا، في ليالينا، في أقوالنا، في أفعالنا، في حركاتنا، في جميع شؤوننا، نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نتبع محمد ولا نبتدع. فمحمد هو الرحمة للعالمين. لماذا نفرح بمحمد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أما فضل الله فهو العلم، اللهم ارزقنا العلم النافع، وأما رحمة الله فهو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله سبحانه وتعالى في أمره وفي شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال بعض العلماء: هل الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بمولده وعمل لمولده فرحا؟ أجابوا على ذلك: أي نعم. وما كيف ذلك؟ عندما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، رأى النصارى، رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك: لماذا تصومون يوم عاشوراء؟ فأجابوه: يا محمد، نحن نصوم يوم عاشوراء شكرا لله وفرحا لنجاة موسى وقومه من فرعون وجنده. أي في يوم عاشوراء الله سبحانه وتعالى أنقذ سيدنا موسى وبني إسرائيل الذين معه من كيد فرعون وجنده، فهم يصومون
واستفاد أهل العلم من هذا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نراك تصوم يوم الاثنين، لماذا؟ قال: هذا يوم ولدت فيه، هذا يوم ولدت فيه. فعليه الصلاة والسلام كأنه يشكر الله ويحمد الله ويفرح بيوم مولده يوم الاثنين. أيها الأحباب، هذا رسول الله، هذا المصطفى. ورحم الله القائم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بغير تردد. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بغير تردد. أفعالنا، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. بارك الله فيكم يا أحباب محمد، بارك الله فيكم يا إخوان محمد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وشوقا إلى إخوان. قال: يا رسول الله، الصحابة الكرام، ألسنا نحن إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني الذين سيأتون من بعدي يتمنى أحدهم بكل شيء في الدنيا وما فيها، وبالأملاك وبالغالي وبالنفيس، أن يراني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخي المسلم، إن كنت من أحباب الله فاتبع رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله لك أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم في هذه المناسبة العاطرة النصر والفرج والتحرير. اللهم أهلك بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين، اللهم أنقذنا من الظالمين، اللهم أهلك بالحرمية الجوالية والبرانية، اللهم أنقذنا منهم بجاه صاحب الذكرى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارفع غضبك ومقتك وسخطك عنا وعن المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك، دين الإسلام، ردا جميلا يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى والتمسك بهدي وسنته وطريقته، واجعلنا أهلا لذلك يا كريم. اللهم احفظ العباد وارطب بالبلاد، اللهم احفظ العباد وارطب بالبلاد. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين وأهله هادئا مطمئنا. اللهم نسألك سلما وسلاما وأمنا وإيمانا وأمانا واستقرارا واطمئنانا. وصلى الله على سيدنا محمد، وهنيئا لكم يا أحباب محمد، وهنيئا لكم يا عشاق محمد، فزتم وطبتم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بقولك الثابت، وثبتنا على محبة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا أهلا لذلك. وكل عام أنتم بخير والمسلمون بخير. يا الله يا الله يا الله، نصرك وفرجك وتحرير بلاد المسلمين، وما ذلك عن الله العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي
شبيهة بعروس أسمى الطرب
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وتابعيه إلى يوم الدين. نحن نحتفل في الحقيقة في كل يوم احتفالا ذاتيا عندما نكون متبعين الحبيب الأعظم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ولكنه في هذا الشهر المبارك الذي أنقذ الله به هذه الإنسانية من الظلام إلى النور، ومن الاضطهاد إلى السلم، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الكفر إلى النار، بإرساله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الذكرى تتجدد في نفوسنا في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، إلا أنه في الزاد في هذا الشهر المبارك، شهر المولد، شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظهر هذه البهجة
علينا وتملأ صدورنا وتنعش أرواحنا ونزداد ونعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاتباع والتأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء، وندعو جميع المسلمين إلى محبته وإلى التمسك به والتأسي به صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان رفيقي في الجنة. فنحن ولله الحمد عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نكون صادقين وليس كاذبين ومبتدعين، ونسأل الله بصاحب الذكرى أن يفرج عنا وعن المسلمين، نسأله النصر والفتح والتحرير، ونسأله الثبات على الدين مهما كانت الظروف القاسية والليالي السوداء الساحقة، إلا أننا بفضل الله وبحمد الله مسلمون، وكفانا فخرا بذلك. ونسأل الله الجنة، ونسأل الله لجميع المسلمين العودة إلى الإسلام والعمل بشريعة الإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته، حتى نكون الفائزين في الدنيا وفي الآخرة.